مساء النور. اهلا دكتور يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كالعادة ننتظر فد دقيقة او دقيقتين على مود العدد. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي، يعني مين وايل بين ما يجمع العدد على مود نبلش نحكي عن الموضوع. فقبل ما نبلش بس يعني دا يتراود ذهني سؤال الدي كي اي، شنو السبب اللي يخلي اكو اهتمام كبير من قبل الطلاب بالدي كي اي؟ شنو السبب؟ يعني هل هو لأنه أكو مشكلة بفهم الموضوع، يعني كمون بالامتحانات يجي زين؟ هو بالإمرجنسي كمون ماكو يوم يمر تدخل للإمرجنسي ما تلقى أكو أكو كيس دي كي اي، أتليست نلقى كيس دي كي اي بالإمرجنسي، فإتس كمون. فشنو اللي يخليك يعني عندي سؤال موضوع البلود برودكت، ذا بيشنت ياخذ نسيت. اوكي، ممكن يعني هذا السؤال لانه انطي باكت بليتلتس، طبعا البيشنت اللي يصير ان اكسيدنت لازم خلال العمليه انطي، مفتهمت هو البيشنت ياخذ نسيت وصار اكسيدنت، هنا انا راح اشوف عنده بليدنج ما عنده بليدنج، اللي يحكمني البليدنج والكوجولوباثي اللي يصير عند البيشنت، وما متطرق إلى أبد مرة واحدة بسيشن لأن صعب تنحفظ الأرقام. أوكي، هاي عذرونا لأن الكهرباء قاعد صايرة مثل ترافيك لايتس، تنطفي وترجع، فما أعرف شو راح نقدر نرتب الأمور ويا الكهرباء، فراح ننتظر يعني إلى عن رحمة أبو المولدة. أوكي، المهم وشايفته هواي بالطوارئ. يس، هسه احنا كرونيك لحد الان هواي كيسات تضيع للاسف. وايدك دكتوره هدى الله يحفظك. لان مهم، اي شنو اللي يخليه مهم؟ لانه كومون بالامرجنسي، لانه صعب شويه على الفهم. اوكي، دكتور خلي الشرح عن الدايابيتك امرجنسي كلها مو بس الدي كي اي، بسيطه خلي حق اليوم على الدي كي اي وبعدين ان شاء الله نكست اذا الله خلانا طيبين نحكي عن بقيه. اوكي، نحفظ البث. اوكي، نسينا نكتب اليوم ايضا سنحفظ البث. اوكي، ونسوي له بن. لا انا سويت بن. ايه اوكي، very common and management DK is essential thing to know. اوكي good، تفاصيل الفلويد بي كلش مزعجه. اليوم نحاول شوي نسهل الامور لان الموضوع مهم واكو صعوبه بالحسابات والمانجمنت. هاي يمي هم ظلام ماكو كهرباء. ايوه انا منتظر الكهرباء يعني، فايم سوري about being dark. زين اوكي، هذا التأخير صار عندنا يعني إجباري، ننتظر الكهرباء. الصوت ناصي يعني إذا علي أكثر راح يشمل الأطفال إن شاء الله، هم نحكي على البيدياتريك هم إن شاء الله.
ان شاء الله نشمل بيدياتريك باذن الله. صوت ناصي هسه شلون الصوت؟ هسه شلون الصوت اللي دي يسمع الصوت؟ هسه شلون الصوت؟ is it good now الصوت؟ okay waiting I'm waiting صوت بس العفو الصورة سوداء إيه لأنه كهرباء انطفت. هسه تجي الكهرباء، انتظر بس المولد يشغل حلمت. الصورة سوداء لأنه الكهرباء انطفت، منتظر بس الكهرباء تجي حتى نبلش. تمام الصوت دكتور إن شاء الله خير. فأم سوري أباب ذات لأن هذا الشغلة ما محسبي لها حساب أنه تنقطع كهرباء، صار شوية يعني شوية هواية قامت تنقطع. واضح الصوت جيد. اوكي الموضوع يكتسب اهميته بيكوز ات از كامون. زين الموضوع كامون. اوكي الصوره سوداء هسه. اوكي الكهرباء جتي والله يستر بس لا تتقطع هوايه خلال الشرح ونضطر كل شويه اوكي دي كي اي. راح ناخذ المواضيع من يعني الموضوع مال الدي كي اي. زين حتى نحكي الدايابيتيك كيتو اسيدوسيس راح احاول احكي بالادلت وقارنه بالبيدياتريك. فاللي يحب يسمع عن البيدياتريك راح يسمعه، يعني لانه احنا راح نحكي ادلت ونقارن بالبيدياتريك. اوكي اللي راح المحاور اللي راح نحكي بها الدي كي اي. اولا ديفينيشن والباثو فيزيولوجي من ضمن الديفينيشن، واثنين كلينيكال شون اشوفه كلينيكلي. اول شيء ديفينيشن شنو هو الدي كي. اوكي اول شيء ديفينيشن شنو هو الدي كي. شغله ثانيه الكلينيكال برزنتيشن شلون يجيني البيشنت الامرجنسي، شلون اشوف البيشنت بالامرجنسي ديبارتمنت. اول انا اعرف الدي كي اي باثوفيزيولوجي، اثنين من يجيني الامرجنسي شنو الساينز والسيمتومز، ساينز والسيمتومز. ثلاثه الدايجنوستس. اوكي يعني عرفت الساينز والسيمتومز بس هل اكو دايجنوستيك كرايتيريا اقدر من خلالها اعرف انه هذا دي كي اي. اوكي النقطه الرابعه التريتمنت. زين انا عرفته دايجنوز ذا بروبلم، شلون راح اتعامل وياه، شلون راح هاو كان اي تريت ذا بيشنت. اذا الموضوع مال الدي كي اي راح ناخذه من هالمحاور. اول شيء الديفينيشن والباثوفيزيولوجي شنو الدي كي اي وشون يصير. ديفينيشن باثوفيزيولوجي. اوكي ثم الكلينيكال برزنتيشن شلون يجيني البيشنت ساينز اند سيمبتومز بالامرجنسي شو اشوف. ثم الدايجنوسيس اذا اكو دايجنوستيك كرايتيريا. اوكي ثم التريتمنت. ذني المحاور اللي راح نحكي بيها الدي كي اي ان شاء الله. اوكي اول شيء نشوف بدايه القصه. طبعا الدي كي اي يصير بالبيشنت اللي عنده دايابيتس. بيشنت عنده دايابيتس ككومبليكيشن اكيوت كومبليكيشن اوف دايابيتس يصير الدي كي اي. فهذا واحد من الشروط انه البيشنت يكون دايابيتك whether diagnosed او undiagnosed. يجي first presentation whether previously diagnosed with diabetes او newly يعني undiagnosed ويجي بالامرجنسي a first presentation مالته هو DKA. اوكي عادة اكو نحن نعرف الدايابيتس اكو تايب 1 وتايب 2. سابقاً كانوا يسموها insulin and non-insulin dependent whatever. type 1 و type 2 diabetes عادةً هو يكون بtype 1 عادةً يكون بtype 1 بس type 2 زين مو منشوف بيه. ممكن نشوف DKA بtype 2 بس most common اللي احنا نشوفه بtype 1 لأنه المشكلة بtype 1 هو بالإنسولين. المشكلة الأساسية insulin deficiency. المشكلة الأساسية بtype 1 زين هو insulin deficiency. That's why احنا نشوف ال DKA بتايب 1 أكثر من تايب 2. المشكلة الأساسية إنسولين. خلينا نشوف عندنا هذا الأورجن. زين بس نحكي شوية باثوفيزيولوجي حتى نفهم الموضوع، حتى نفهم الكلينيكال برزنتيشن وبعدين نفهم المانجمنت. هذا أورجن هواية ناس تحبه اسمه الليفر. زين هنا أنا ما أعرف شلون أرسمه، خل أرسمه بشكل بيلي. زين على مود نعرف هذا ايديبوس تيشو. اوكي رسمته بشكل كرش ايديبوس تيشو
وهنا مصل، هنا مصل فايبر. اوكي هنا مصل. الانسولين شنو شغلته؟ الانسولين اللي هو الديفيشنسي مالته هو الاساس مال باثوفيزيولوجي مال الدي كي اي. اوكي انسولين ديفيشنسي هو اساس البروجريشن انتو دي كي اي. اللهم صل على محمد وعلى محمد، راح نضل هيك. اوكي المفروض هاي يعني ما اعرف مولده فصلت او الوطنيه راح تجي. ام سوري انتظر بس شي ثواني بلكي تجي، واذا ما اجت ما اعرف ناجل البث. فما اعرف صبركم وياي شويه شوف واتس ذا بروبلم. ماشي احنا اللي راح نحكي هسه الدي كي اي الباثوفيزيولوجي، حكينا الليفر والاديبوس تيشو والمسلز. اوكي الانسولين از ان انابوليك هرمون. الانسولين شغله انابوليزم، بناء. اوكي بناء وات؟ الجلوكوز مثل ما راح نشوف بالليفر، الانسولين راح يسوي لنا الجلايكوجين ستور. زين storing the glucose inside the liver as a glycogen. You need a glycogen. Flash الموبايل يعني اوكي موجود فلاش الموبايل، هم خوش فكرة عشتيدك، خوش فكرة الى ان الله يفرجها. اوكي good والله يعني lights. اوكي زين هيجي زين. فعندي الشغله الاساسيه هي انسولين ديفيشنسي، شغله لايتس ممتاز جيد. الانسولين شغلته بناء، فالجلوكوز يدخله انسايد ذا ليفر ويبني منه جلايكوجين. اوكي جلايكوجين، جلوكوز يدخل يبني منه جلايكوجين، يدخل فاتي أسيد فري فاتي أسيد اللي موجودة يدخلها ويبني ترايغليسرايدز. ترايغليسرايدز دخل فاتي أسيد صار ظل نوب يبني ترايغليسرايدز، ويدخل الأمينو أسيد into the muscle، أمينو أسيد into the muscle ويبني بروتين. بروتين إذا شغل الإنسولين is anabolic. It is an anabolic hormone. It is an anabolic hormone. زين هسه بعد حتى إذا انطفت ما يهمنا، راح نضل هيك اللايت نخليه بس بمكان حتى لا يصير ظل، وإذا راحت الكهرباء اللايت يبقى نشتغل. زين فهذا شغل الإنسولين. لما يصير إنسولين ديفيشنسي، بس تخيلوا وياي من يصير الإنسولين ديفيشنت، من يصير الإنسولين ديفيشنت، ليش يصير الإنسولين ديفيشنت؟ أما بسبب إنه المشكلة بالبيتا سيلز that produce the insulin itself، يصير بها هي destruction autoimmune mechanism بالtype 1 diabetes إلى أن يوصل مرحلة كلش يصير deficiency بالإنسولين. أوكي أو يصير ما يعرف بال relative deficiency، إنه أوكي أكو deficiency بس أكو بالمقابل وياها أكو resistance. deficiency موجود بس أكو resistance، زين نتيجة فد ستريس. اوكي اكو ريزيستنس للانسولين اكشن اللي هو اصلا ديفيشنت، لازم اكو ديفيشنسي. زين اللي هو اصلا ديفيشنت يصير اكو ريزيستنس نتيجة انفكشن، نتيجة مايكارديال انفاركشن، نتيجة فد ستريس، اورجانيك ستريس، يخلي الانسولين زين على الريسبتور، يخلي الانسولين اكشن زين اكو ريزيستنس للانسولين اللي هو أصلاً deficient. أوكي إذا ذني شغلتين تخلي الإنسولين is not function. بالمقابل الستريس يصعد another hormones، يصعد another hormones اللي يسموها الكاتابوليك hormones أو الكاونتر regulatory hormones اللي هي glucagon، اللي glucagon اللي أيضاً ينفرز من البنكرياس. أوكي من الألفا سيلز، هذا من البيتا سيلز الإنسولين، هذا ينفرز من الألفا سيلز glucagon. الgrowth hormone، growth hormone، الكاتي كولامينز ادرينالين والنور ادرينالين. اوكي كاتي كولامينز والكورتي
الكورتيزول. اوكي الكورتيزول inside the body ذني كاونتر ريجوليتوري هرمون ذني تشتغل كاتابوليك عكس الافكت مال الانسولين. يعني الانسولين دخل فاتي اسيد انتو ذا ادبوس تيشو ويبني ترايجليسرايد ذني تهد الترايجليسرايد الى فاتي اسيد ذني بالعكس تشتغل تكسر الترايجليسرايد وتطلعها تطلع فاتي اسيد وتكسر الجلايكوجين ويطلع من الليفر جلوكوز اوكي وتطلع الامينو اسيد من المسلز زين و الفاتي اسيد اللي طلعت من الاديبوس تيشو تكسر هنا البروتين يصير انا كاتابوليزم والامينو اسيد اللي طلعت من المسل تروح للليفر بالإفكت بسبب الانسولين ديفيشنسي والإفكت مال كاونتر ريجوليتوري هرمون من خلال عملية اسمها جلوكونيوجينيسيس اوكي هاي الجلوكونيوجينيسيس شو راح تسوي راح تصنع من الـ الجليسرول اللي يطلع من الـ ايضا الجليسرول اللي يطلع من الفاتي اسيد وليس الفاتي اسيد جليسرولز ترايجليسرايد تتكسر الى الجليسرول والفاتي اسيد الجليسرول يروح للليفر زين والامينو اسيد تروح للليفر جلوكونيوجينيسيس تصنع لنا جلوكوز اوكي يعني الجلايكوجين راح يتكسر انتو جلوكوز الجليسرول اللي هو بارت من الترايجليسرايد اللي تكسر الى فاتي اسيد وجليسرول يروح للليفر ويا الامينو اسيد جلوكونيوجينيسيس ايضا يطلع لي جلوكوز بعد الجلوكوز صار من تو سورسز من الجلايكوجين يعني تكسر الجلايكوجين ومن السينثيسيس من الجليسرول والامينو اسيدز وايضا بيكوز اوف امبيرد ابتيك لانه انسولين از ديفيشنت فالابتيك الليفر ما يقدر ياخذ بعد والتشو ما ياخذ الجلوكوز لان الانسولين فاسيليتيت انترنس اوف ذا جلوكوز انتو ذا سيل فش راح يصير عندي الجلوكوز ويل فيرذر انكريز شوف هاي كل هالميكانيزمز ويل انكريز جلوكوز تصنيع الجلوكوز ثرو جلوكونيوجينيسيس جلايكوجين البريك داون انتو جلوكوز وريديوسد ابتيك كلها ايش راح تسوي هاي جلوكوز انسايد ذا بلود هذا الهاي جلوكوز انسايد ذا بلود ويل سيركليت يروح للكيدني زين من الكيدني هنا عبر الثريشولد اللي ممكن اكو حد معين التيوبولز ويل ري يعني ريتينشن يسوي الجلوكوز تاخذ الجلوكوز ويل ري ابزوربد بال تيوبول اكو حد معين ثريشولد فوق اش يصير عندي الجلوكوز ويل بي سيكريتد ان ذا يورين نتيجه الانكريز بالجلوكوز ان ذا سيركيليشن راح يسوي لي جلايكوز يوريا راح يصير عندي جلايكوز يوريا اوكي جلايكوز يوريا مو بس راح يطلع لي جلوكوز ايش راح يسوي ويل ويذدرو ووتر مو بس الجلوكوز راح يطلع باليورين will withdraw water شوف الجلوكوز is increased راح للكيدني عبر الثريشولد ممتاز رينال ثريشولد 180 very good 180 ملغرام بير ديسيليتر عبر الرينال ثريشولد طلع الجلوكوز باليورين صار عندي جلايكوز يوريا الجلايكوز يوريا سوت اوزموتيك دايريسيس سحبت withdraw water الووتر ما يطلع بس وحده راح تطلع ويا الكترولايت يطلع ويا صوديوم يطلع ويا بوتاسيوم يطلع كلورايد يطلع مغنيسيوم يطلع فوسفيت يطلع عندي ايضا كالسيوم كل الالكترولايتس ويا الووتر والجلوكوز ويل بي زين سيكريتد ان ذا يورين اذا الاول شغله اللي هسه نحكي بالباثوفيزيولوجي الانكريز جلوكوز ادت لي الى جلايكوز يوريا واوزموتيك دايريسيس ممتاز هذا راح يسوي عندي بولي يوريا بولي يوريا البوليوريا زين تؤدي الى فلويد لوس البيشنت يصير عنده بولي ديبسيا وممكن ديهايدريشن اوكي ديهايدريشن نتيجه الفلويد لوس تمام الالكترولايت اللي لوست انتو ذا يورين الالكترولايت لوست انتو ذا يورين سوي لي الكترولايت امبالانس عندي مشاكل بالالكترولايت بعدين راح اشوف الافكت مالتها وكلينيكلي شلون ممكن يعني تاثر على البرزنتيشن مال البيشنت هذا اول شيء الشغله الثانيه هسه حكينا على الجلوكوز ايش صار الشغله الثانيه الجلوكوز اللي
انحرم من دخول السيلز، السيلز هنا تحتاج الجلوكوز to burn it out على مود تطلع انرجي. زين بيجي حالة الجلوكوز نطفي هذا اللايت لين قاعد يعيق الرؤية. الجلوكوز ما موجود as a fuel inside the cell، فالسيلز راح تضطر تاخذ alternative fuel حتى تحرقه، اللي هو شنو؟ الفاتي أسيدز. السيلز راح تضطر تحرق الفاتي أسيدز. أوكي؟ معنا شوية. الفاتي أسيدز اللي موجودة تدخل inside the cell، أوكي؟ ويصير بيها فاتي أسيد أوكسيديشن، بيتا أوكسيديشن. الباي برودكت مال الفاتي أسيد أوكسيديشن، هاي فاتي inside the cell، فاتي أسيد أوكسيديشن يسموها البيتا أوكسيديشن. هاي alternative way to produce energy، لأنه ماكو glucose as a fuel والسيل محتاجة energy، فالفيول الوحيد اللي ممكن يحترق ويوفر لي energy هو الفاتي أسيد، فتضطر السيل تروح على alternative فاتي أسيد. الفاتي أسيد أوكسيديشن تطلع لي كيتونز، كيتونز أو كيتون بوديز. الكيتون بوديز هي البيتا هيدروكسي بيوتريت والأسيتو أسيتيت، بيتا هيدروكسي بيوتريت والأسيتو أسيتيت يسموها الكيتون بوديز. الكيتون بوديز طلعت منين؟ من الفاتي أسيد أوكسيديشن. ليش؟ لأنه السيل اضطرت تأخذ another alternative fuel اللي هو الفاتي أسيد، طلعت عندي الكيتون بوديز. ذني الكيتون إيش راح تسوي؟ الكيتون آر أسيدز، تبع عليه كيتون آر أسيدز. زين بحكم كونها أسيدز، خش حكي إيش راح تسوي لي؟ أسيديميا. هسه هي كيتون، كيتون بدي كيتون هي، فتسوي كيتونيميا، كيتونيميا بالبلد وباليورين من تطلع، وتسوي أسيديميا لأن هي أسيدز، لأن هي أسيد، فيصير عندي أسيدوسيس كبروسيس وتؤدي إلى ديكريز بالبي اتش ويصير عندي أسيديميا. أوكي، بعدين نجي على الإفكتس مال الأسيديميا شو تسوي، استأجلها إن شاء الله. الكيتون بوديز أوكي، طبعا الأسيتون أيضا ممكن الأسيتو أسيتيت تحول إلى أسيتون. أوكي، فالأسيتون is a volatile ذني excreted in urine، تستمر تطلع وتطلع من الكيدني باليورين. الأسيتون is a volatile يطلع عندي من اللنك. أوكي، يطلع عندي through the lung. هذا الأسيتون ينطيلي fruity odor، نفس مال البيشنت fruity odor، acetone smell، nail polish smell. okay fruity odor okay، ريحة التفاح المتعفن، ريحة الأسيتون. ويعني أعتقد الأسيتون كلكم شامين ريحتها، كلكم تعرفون ريحة الأسيتون. okay through the kidney تطلع عندي هاي ال 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 ال, ال كيتون بوديز، بس تبقى inside the circulation. شو يسوي لي؟ كيتونيميا وأسيدوسيس. الأسيدوسيس decrease بالبي اتش، شو يسوي لي؟ يسوي لي التالي. أولا compensatory اللنج ككمبنسيشن increase زين ال ventilation hyperventilation حتى تطرح hyperventilation تطرح ال CO2، تطرح ال CO2 ككمبنسيشن حتى يقل ال CO2 زين، وتسوي respiratory respiratory compensation. هذا respiratory compensation يصير تكبنية البيشنت زين، و deep rapid breathing يسموه chasmal breathing. تمام، هاي ال pH decrease والأسيديميا اللي صارت acidosis وأسيديميا decrease بال pH of the blood أدت لي إلى rapid breathing كcompensation على مود البدي يطرح CO2 على مود يعادل الأسيدوسيس respiratory compensation، فيبين عندي كاسمول breathing. الأسيدوسيس itself decrease myocardial contractility وتسوي vasodilatation، تسوي vasodilatation، فممكن تأثر لي على الهيمودينامكس. الأسيدوسيس itself باوع الهيمودينامكس راح تتأثر، إذا تتذكرون
هنا قلنا عندي جلايكوزيوريا بوليوريا راح يصير، هاي ممكن تأثر للديهايدريشن والديكريز بالبلود فوليوم على الهيمودايناميكس، بلس الإفكت مال الأسيدوسيس إذا كانت سيفير على المايوكارديوم وتسوي لفيزودايلاتيشن شو تسوي؟ فرذر ويل ديكريز بالتأثر لي على الهيمودايناميكس، فالبيشنت يجي هايبوتنشن زين وعنده فيتشرز مال هيمودايناميك انستابيليتي، كله because of what؟ because of the acidosis. Acidosis ممكن تنطيك symptoms. symptoms اللي هي abdominal pain. abdominal pain اللي عدة أسباب. ممكن الكوز مال abdominal pain هي الأسيدوسيس. زين؟ الأسيدوسيس سوي gastric dilatation أو ileus. gastric dilatation أو ileus. نتيجة الأسيدوسيس ينطي abdominal pain because of the acidosis. أو التريجر أصلاً مال DKA itself is a stress زين نتيجة a problem مثل acute appendicitis the pathology هو diabetic بس مسيطر على الوضع أوكي وإجى pathology معين stress اللي هو acute appendicitis صار عنده relative insulin resistance هو عنده insulin deficiency أصلاً عنده diabetes أوكي صار عندي what صار عندي DKA فممكن السيمتم مال underlying disorder الابدومينال pain زين وبين عندي بشكل يعني بين abdominal pain ويا الأسيدوسيس ويا الفيتشرز مال أسيدوسيس فمن يجي عندي abdominal pain pediatric أو الأدلت وخصوصا بالبيدياتريك exclude إذا الابدومينال pain إلى فد organic cause شو نعرف الorganic cause تلقى focal مو diffuse تلقى أكو focal tenderness تلقى أكو fever تلقى أكو فد شغلات تبين لك إنه أكو فت pathology it is not just a non-specific abdominal pain مال acidosis focal pain focal tenderness أو fever okay ممكن ال patient ال acidosis تسوي nausea and vomiting هاي ال nausea will vomiting ممكن تكون excessive فال patient شي صير عنده associated metabolic alkalosis metabolic alkalosis ممكن البيشنت يصير عنده نوزيا وفوميتنج تسوي لك metabolic alkalosis metabolic alkalosis another primary process ويا الاسيدوسيس يعني البيشنت عنده anion gap metabolic acidosis وممكن تلقى عنده metabolic alkalosis ويا metabolic acidosis anion gap تلقى عنده metabolic اذا كان الفوميتنج وتعرفون الفوميتنج ليش يسوي metabolic alkalosis اللي راح يسوي volume shrinkage بالإضافة إلى loss of acid زين راح يسوي volume shrinkage وحكيناها سابقا بالacid based disorders ليش volume shrinkage ممكن يسوي metabolic alkalosis أوكي زين another process ممكن هنا البيشنت من يفقد إذا كان volume status مات good إذا كان ما فاقد كل شوية يعني الهيدريشن مات good وaccepted ممكن يفقد عندك هاي الكيتو الكيتو انايونز يسموها كيتو انايونز زين ممكن تفقد باليورين بمقابلها البادي ريتيند كلورايد فيصعد الكلورايد ممكن هاي مو دائما تصير بس ممكن تصير يصعد الكلورايد ويسوي لك ما يعرف بالهايبركلوريميك ميتابوليك اسيدوسيس او نون انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس تضاف للانايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس تضاف هاي البروسيس ممكن يصير عنده البيشنت انايون جاب بلس نون انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس الانايون جاب مفسره بالكيتو اسيدز اللي موجوده بالبلد الاكسشينج اوف ذا كيتو انايونز اللي تطلع باليورين ويا الكلورايد ممكن يفسر لك الاديشن بالاضافه للانايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس نون انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس خوش حكي اوكي اذا البيشنت هذا الباثوفيزيولوجي المال ال DKA أعيده بشكل سريع ومختصر بدل هاي الهوسة اللي صارت I think صارت نوع من الconfusion فأعيده بشكل سريع الباثوفيزيولوجي كالتالي insulin resistance تؤدي إلى تكسير الجلايكوجين ويطلع glucose decrease uptake of the glycogen ويزيد لي أيضا الجلوكوز الجليسرول اللي طلع عندي من الفاتي أسيد وهذا الكرش يعني فات ومن المسل أوكي أمينو أسيد اللي تدخل للليفر through gluconeogenesis تزيد للجلوكوز تمام؟ كل هاي تزيد الجلوكوز تسوي جلايكوزيوريا
الجلايكوزيوريت تسحب وياه ووتر وتسوي ديهايدريشن، تسحب الكترولايت وتسوي الكترولايت امبالانس. اوكي، فهاي الفيتشر بسبب الجلايكوزيوريا. البادي راح ينحرم من الجلوكوز، لان بدون انسولين الجلوكوز ما راح يدخل انسايد ذا سيل، فالسيل تضطر تعتمد على انذر سورس اوف فيول اللي هو الفاتي اسيد ثرو فاتي اسيد اوكسيديشن. الفاتي اسيد اوكسيديشن الباي برودكت مالتها هو الكيتون بوديز. كيتون بوديز، الكيتون بوديز ار اسيدز، فشو تسوي؟ اسيديميا، يعني اسيدوسيس واسيديميا، زين، اللي هي انايون جاب، لين اوكي تسوي انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس، انكريز اسيد اسيد يعني اسيدوسيس تسوي لي وتسوي لي اسيديميا، ديكريز ذا بي اتش. زين، هاي يعني اسيديميا من نرمز البي اتش نقول ديكريز بالبي اتش، بس تصعد الكيتون بوديز وتسوي كيتونيميا. اوكي، فاسيديميا كيتونيميا. اوكي، هاي شو تسوي؟ هايبر فنتيليشن، زين، كوزمول بريدنج عند البيشنت، والاسيدوسيس تسوي عند البيشنت سيمبتومز مثل ابدومينال بين، فوميتنج، نوزيا. البيشنت يصير عنده ممكن هيمودايناميك انستابيليتي ذات شان سيفير اسيدوسيس بسبب المايوكارديال ديبرشن والفيزو دايليتيشن اللي تصير نتيجه الاسيدوسيس. اوكي، هذا الباثوفيزيولوجي بشكل مختصر مال الدي كي اي. شغله واحده اضيفها، انكريز الجلوكوز ممكن يزيد الاوزمولاريتي، الكالكوليتد اوزمولاريتي زيد. من تزيد الكالكوليتد اوزمولاريتي عند البيشنت، هاي تسوي الاوزموت تسحب اليورين ويصير اوزموتيك دايوريسيس ايضا باليورين. اوكي، بس انكريز اوزمولاريتي يسوي ممكن فيزو، يسوي عندي اذا زادت الاوزمولاريتي خصوصا بالاتش اتش اس اللي هي يعني الجلوكوز كلش هاي، وممكن تصير بالدي كي اي ايضا، ممكن تصير انكريز اوزمولاريتي تسوي لي هيمو كونسنتريشن، هذا يسوي لي ممكن كومبليكيشن كدي في تي، زين دي في تي ممكن كومبليكيشن اوف انكريز اوزمولاريتي، او يعني الثرومبوسيس ممكن يصير بالسيركيليشن اوف دي سي ان اس. اوكي، برين سيركيليشن ويسوي لي ستروك سيمبتومز. اذا خلي ببالك الاوزمولاريتي لما تزيد كلش ممكن يسوي لك هاي المشاكل، مشاكل الثرومبوسيس، دي فينوس ثرومبوسيس او سيريبرو سيركيليشن. هذا الباثوفيزيولوجي. تذكرون الاسئله اللي قلناها definition of DKA، شنو DKA؟ زين، ما عرفنا احنا، بس حكينا الباثوفيزيولوجي مالته، زين، بس كتعريف ما عرفنا. انا عوفه للدايجنوستس، التعريف DKA عوفه للدايجنوستس حتى تحكي فيتشرز. الكلينيكال برزنتيشن، بعد ما حكينا الباثوفيزيولوجي كلينيكال، من الباثوفيزيولوجي فهمنا كلينيكال برزنتيشن شلون راح يجي البيشنت. اول شيء شلون اشوفه للبيشنت من يجي؟ الكونشسنس، اول شيء انتبه على الجنرال ابييرنس اوف ذا بيشنت. الكونشسنس، الانكريز اوزمولاريتي اللي تصير نتيجه الدي كي اي ممكن طبعا ويا الاسيدوسيس هم انكريز اوزمولاريتي والاسيديميا ذني اثنيناتهم افكت ذا كونشسنس، فممكن البيشنت زين يصير عنده ديستيرب ليفل اوف كونشسنس او الترد منتال ستاتس الى حد ممكن يعني هي سبيكترم الى حد كوما، وممكن النيورولوجيكال سيستم يتاثر نتيجه هاي اوزمولاريتي، ممكن البيشنت يكون سيجر زين او اقل من كوما، قلنا هي سبيكترم ستوبرس البيشنت او دراوزي، كل هاي بسبب الهاي اوزمولاريتي والاسيديمي. اوكي، شنو بعد من الكلينيكال برزنتيشن؟ شوف البيشنت الكازمال بريذنج اللي هو شنو؟ رابيد ديب بريذنج. البيشنت از رابيدلي ديب بريذنج، ومن تشتم اسيتون breath، acetone breath. اذا الابييرنس اوف ذا بيشنت، الجنرال ابييرنس اوف ذا بيشنت، كونشسنس ممكن تتاثر، البيشنت تشوفه تاكيبنيك او ديزنيك، تاكيبنيك البيشنت، كوزمال بريذنج سبيسيفيكلي هو الديب او رابيد، ديب او رابيد بريذنج، وتشتم الاسيتون سميل. من تيجي على الاي بي سي مال البيشنت، احنا بدنا نحكي بس كلينيكال برزنتيشن، اذا البيشنت كان الكونشسنس مالته ديستربد، فممكن الايرواي ايضا يصير بها مشاكل وتحتاج ايرواي مانجمنت، هذا بالمانجمنت، بس ممكن يصير عندك مشاكل بالايرواي وتفاصيلها احنا نعوفها للايرواي مانجمنت، تفاصيلها بالايرواي مانجمنت من نحكي على الايرواي مانجمنت باذن الله. فالكونشسنس من ديكريز تاثر على الايرواي. البريذنج مال البيشنت قلنا رابيد بريذنج، الرابيد ديب بريذنج والسميل اوف اسيتون. السيركيليشن ممكن البيشنت نتيجه اللوس اوف فلويد يصير عنده
ممكن يدخل اذا كان سيفير لوس اوف فلويد وفيزو دايليتيشن نتيجه الاسيدوسيس ممكن بشوك ستيت زين وتشوف الساينز اوف شوك ديكريز كابيلاري ريفل وتاكيكارديا او سمبلي البيشنت يكون ديهايدريتد مو شرط دخل بشوك ستيت اوكي هاي كلها من خلال اسسمنت اوف ذا سيركيليشن كساينز سيمبتومز الفايتلز مال البيشنت ايضا تتاثر بلود بريشر ممكن ينزل نتيجه اللوس اوف هايبوفوليميا ممكن يصير ديكريز او ممكن تلقاه نورمال الهارت ريت بطبيعه الحال ممكن تلقاه البيشنت غالبا تاكيكارديا اوكي ريسبيرتوري ريت قلنا تاكيبنيا البيشنت الاس بي او 2 اذا البيشنت يعني تعتمد على الاندرلاين كوز اصلا مال الدي كي اي او اذا البيشنت كان شوكت فم اصلا الاس بي او 2 ما راح يقرا الجهاز ما راح تعتمد عليه والتمبرتشر مال البيشنت ايضا تعتمد على الاندرلاين كوز اذا كان انفكشن ممكن تلقاه فيفر بس مو شرط ممكن انفكشن وتلقى البيشنت نورموثيرميك او ممكن حتى تلقاه هايبوثيرميك بسبب الفيزو دايليتيشن طبعا من تجي تفحص البيشنت او تاخذ الهيستوري مال البيشنت تلقى عنده ابدومينال تندرنس بالفحص وقبل هو بالهيستوري ينطيك هيستوري اوف ابدومينال بين حكيناها هاي نتيجه الاسيدوسيس نوزيا اند فوميتينج ممكن تجي نتيجة الأسيدوسيس طبعا البيشنت يكون بوليوريا زين اليورين اوتبوت مات هيستوري اليورين اوتبوت مات انكريزد وطبعا ثيرست يصير عنده ثيرست هواي نتيجة اللوس اوف فلويدز هاي الساينز والسيمبتومز مال الأسيدوسيس اللي تصير الساينز والسيمبتومز مال الاندرلاينج ممكن الاندرلاينج باثولوجي والستريس شنو كان الاندرلاينج الباثولوجي مال الدي كي اي كانت انفكشن فور اكزامبل فممكن تشوف فيفر وساينز مال السايت مال انفكشن مثلا كف اذا كان ريسبيرتوري تراكت انفكشن مثلا ديسيوريا زين لوين بين اذا كان يو تي اي مثلا سيلولايتس اذا المشكله بالسكن غاسترو انترايتس إذا المشكلة بالجي آي إذا الانفكشن سايت أو مشاكل اللوكاليز تو ذا سيستم انفولد أو ممكن البيشنت يجيك عند أم آي مثلا الستريس مال الأم آي نفسه هو اللي سبب الدي كي اي اللي ممكن تشوف هذا عادة بالأدلت والألدرلي بيشنت بس هذا لا يعني إنه الأدلسنت هم يعني ما تشوفه عندهم بس الأغلب تشوفه بالأدلت والألدرلي ممكن أم آي زين هو الستريس زين او اني سورت اوف ستريس او البيشنت ممكن الكوز مال الدي كي اي نون كومبلاينس وذ ميديكيشن وهذا نشوفه عاده بالبيدياتريك نون كومبلاينس وذ انسولين فالبيشنت ممكن يوصل لمرحله الدي كي اوكي فهذا بالهيستوري اقدر اعرف اذا هاي ساينز والسيمبتومز مال الدي كي نلخصها الاي بي سي الكونشسنس مال البيشنت يكون ديستربد فالايرواي ممكن انفولت البريذنج مالته رابيد ديب بريذنج والسيركيليشن ممكن البيشنت ديهايدريشن او ممكن اذا كان سيفير فلويد لوس او هايبوفوليميا ممكن البيشنت يدخل بشوك ستيت والساينز اوف شوك اللي هي ديكريز كابيلاري ريفل ديكريز كونشسنس البيشنت ممكن هايبوتنشن تاكيكارديا اوكي كلها ساينز اوف شوك ممكن البيشنت ultimately يدخل بأوليجوريا لما يصير عنده renal shutdown أو renal acute renal injury نتيجة ال loss of أو dehydration pre-renal as a pre-renal cause of acute renal injury. Okay. Vital signs مثل ما قلنا blood pressure hypotension tachycardia patient respiratory rate مالته high و hyperventilation SpO2 على حسب ال underlying cause والشوك أو الديهايدريشن ممكن يخلي الـ SpO2 unreliable ما أقدر أقرأ because of decreased capillary refill وأخيراً temperature تعتمد على underlying cause إذا كان infection ممكن نلقاها high temperature وممكن حتى لو أكون infection نلقاها normal temperature نجي على الـ investigation okay high signs with symptoms investigation شنو الانفستيجيشن اللي راح اسويها للبيشنت او اريدها للبيشنت ابو دي كي اي اكو انفستيجيشن امبورتنت بالدايجنوسيس اللي هي الفي بي جي فينوس بلود غازز يعني اوكي ممكن الاي بي جي بس انت ما تحتاج الاي بي جي الفي بي جي راح يعوضك الفينوس بلود غازز راح يعوضك الاي بي جي
يعني يعرض البيشنت الى arterial puncture ومشاكل arterial puncture والبين مال arterial puncture زين اللي ممكن avoidable مو ممكن تعتمد على الفي بي جي لان فرق بالبي اتش كلش قليل بين الارتيريال والفينس 0.03 some يعني around something around 0.03 بي اتش الفرق الفي بي جي از اقل الفينس سامبل از اقل بالبي اتش من الارتيريال فلهذا مو فرق فتعتمد على الفي بي جي هذا يفيدنا بالدايجنوسيس الفي بي جي وبعدين نحكي على الدايجنوستيك كرايتيريا البيزلاين انفستيجيشن السي بي سي تسويها الراندوم بلاد شوجر اوكي اللي هو اصلا من البدايه مو راندوم انت راح تسوي انفستيجيشن راندوم بس بالبدايه من البيشنت يجيك ديستربد ليفل اوف كونشسنس تكيبني البيشنت ال راح تسوي له البيد سايد ميجرمنت جلوكوز بيد سايد فينجر ستيك جلوكوز وتشوف ايش قد الجلوكوز اوكي بس راندوم بلاد شوجر هم راح تدزه للبيشنت راح تدزه البلاد يوريا والكرياتينين سيرم كرياتينين كرياتينين وتدزه للبيشنت ايضا الكترولايت سيرم الكترولايتس اللي هي صوديوم بوتاسيوم كلورايد صوديوم بوتاسيوم كلورايد بالإضافة إلى لازم من تكتب سيرم الكترولايت بس حيد الزك ذني ثلاثة تضيف لها المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفيت إذا موجودة طبعا تسويهن إذا موجودة عندك زين تسويهن المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفيت الليفر فونكشن تيست أو الليفر انزيمز ليفر انزيمز راح تكون بيها سام سورت ممكن مال إليفيشن الليفر انزيمز ممكن دزه طبعا وبقيه الانفستيجيشنز ها جنرال يورين ممكن جنرال اكزامينشن وتشوف بيها الكيتونز الكيتون يوريا وتشوف اذا اكو انفكشن اصلا موجود از تريجر اوكي بقيه الانفستيجيشن اكوردنجلي مثلا ممكن تحتاج بلود كلتشر ممكن تحتاج الكوجوليشن بروفايل اذا البيشنت عنده فد مشكله زين ذني اكوردنجلي ذني انفستيجيشن اكوردنجلي برزنتيشن بس لحد الان ذني لازم تسويهن للبيشنت لحد الان ذني الفوق اللي حكيناهن لازم نسويهم للبيشنت طبعا بالاضافه الى ذني البلود ورك نسوي الاي سي جي الاي سي جي شي يفيدك التشينجز مال هايبركاليميا لانه هاي مهمه بالنسبه لل بالدي كي اي ما حكينا الافكت مال اسيدوسيس كباثوفيزيولوجي على البوتاسيوم زين نحكي ان شاء الله بالمانجمنت ما حكينا بالباثوفيزيولوجي وممكن نلقى ستيمي عند البيشنت ستيمي هاي الستيمي هي ممكن تكون الكوز او الستريس اللي سبب الدي كي اي اذا ذني الانفستيجيشن الدايجنوستيك انفستيجيشن اللي استفاد منها اللي حاحكيها التشينجز اللي تصير بالدايجنوسيس زين بالفي بي جي VBG okay complete blood count blood sugar وقبل اني مسوي اصلا finger stick فادسهم venous blood for blood sugar blood urea والكرياتينين الالكترولايت صوديوم بوتاسيوم كلورايد مغنيسيوم اضيف لها وكالسيوم فوسفورس يعني يصير comprehensive liver enzymes اللي اتوقعها انه يكون بها increase general urine examination وخصوصا الكيتونز والجلوكوز باليورين جلايكوز يوريا ممكن البلود كلتشر اذا يعني اكوردنج للبرزنتيشن مال البيشنت واذا اشوف بيشنت ال وما عنده سايت اوف انفكشن واشوف الوايت بي سي كاونت مالته هاي واشوف عنده انفكشن ممكن البلود كلتشر بكتيريميا شو شنو السورس مالته وممكن كوجليشن بروفايل زين اذر انفستيجيشن اكوردنج تو برزنتيشن اوف ذا بيشنت اي سي جي امبورتنت زين اشوف بي هايبركاليميك تشينجز زين التشينجز مال هايبركاليميا واذا البيشنت ستيمي عنده ستيمي شي يفيد السي بي سي فيدني اشوف الكاونت الوايت بي سي كاونت اولذو نون سبيسيفيك بس ممكن ينطيني فكره زين عن الانفكشن اكو لو ماكو اوكي تشست اكس راي اذا اشك انه بيشنت ان برزنتيشن انه المشكله مالته ريسبيرتوري تو ديفاين اذا اكو باتش مال نمونيا بالتشست اكس راي ذني الانفستيجيشن المهمه الابو دي كي نجي نركز شويه بالفي بي جي ونشوف التشينجز اللي ممكن نلقاها بالفي بي جي شنو منهن دايجنوستيك وشنو منهن تفيدنا يعني مو شرط دايجنوستيك كرايتيريا بس تفيدنا اوكي بالمانجمنت في بي جي اولا البي اتش شو تتوقع البي اتش بدنا نحكي دي كي اي يعني دايابيتيك كيتو اسيدوسيس اوكي فاذا اكو اسيدوسيس
يعني بيشنت ممكن تلقى البي اتش مالته لو، فوحده من الدايجنوستيك كرايتيريا تلقى لو بي اتش، لو بي اتش اقل من 7.3، اقل من 7.3 ايش تلقى بعد؟ زين بدنا نحكي عن اسيدوسس، الاتش سي او 3، الاتش سي او 3 ايضا ديكريزد، تلقاش قد الكونسنتريشن مال اتش سي او 3 اقل من 15، اقل من 15 ايش تلقى بعد بالاي بي جي؟ اوكي تلقى الانيون جاب increased اكثر من 12، الانيون جاب اكثر من 12 increase high anion gap، زين increase الانيون جاب. طبعا نلقى كيتونيميا هاي diagnostic criteria، بس هاي الكيتونيميا تلقاها مو بالفي بي جي، تلقاها بال blood، يعني تاخذ blood sample وتشوف بال through rapid test تشوف اذا اكو كيتونيميا، يعني دبستيك دبستيك رابيد، تشوف اذا اكو كيتون انسايد ذا بلود، هي نفسها الدبستيك اللي تستخدم باليورين، ممكن تستخدم بالبلود ايضا تشوف كيتونيميا، يعني بلود او يورين، بلود او يورين كيتونيميا، بس نحكي على بلود مينلي. اوكي كيتونيميا بس ما موجوده بالفي بي جي، بس دايجنوستيك. ذني دايجنوستيك كرايتيريا حتى تشوف الدايجنوستيك مال الدي كي اي، زين ذني بالاضافه الى زائد هاي جلوكوز. انتبه على الدايجنوستيك، هاي جلوكوز عادة أكثر من 250 ميلي جرام بير ديسيليتر، أو بالبيدياتريك أكثر من 200، بالأدلت أكثر من 250 ميلي جرام بير ديسيليتر، وبالبيدياتريك أكثر من 200 ميلي جرام بير ديسيليتر. خلي ببالك أكو شيء اسمه إيوغلايسيميك دي كي اي، البيشنت ممكن تلقى الجلوكوز مالته نورمال، normal or even decreased glucose أو normal، زين هذا أبو normal glucose ممكن يكون in DKA إذا ذني الكرايتيريا كلهن موجودة. أوكي شون يصير؟ أكو عدة أسباب patient risk، مثل patient بالpregnancy ويصير عدها DKA، زين لأن already هم أصلاً level of dextrose مالتهم بالblood أو glucose inside the blood اللي كوز DKA يكون lower than non-pregnant patient، patient ماخذ أصلا إنسولين قبل ما يجي كpresentation ومنزل عنده الجلوكوز، فممكن تلقاه normal وأسباب أخرى. هذا الإيوغلايسيميك، بس مبدئيا الجلوكوز عادة نلقى high، الجلوكوز عادة نلقى high، وممكن الهاي جلوكوز يصعد لي الcalculated osmolarity. نجي على الدياجنوستيك كرايتيريا، زين قبل الدياجنوستيك كرايتيريا ما طول حكينا على الفي بي جي، اللاكتيت ممكن نلقى انكريزد لاكتيت نتيجه الهايبوبرفيوجن، زين ممكن اللاكتيت نلقى انكريزد، فممكن تضيف للانيون جاب مو بس الكيتو اسيدوسيس، ممكن تنضاف لها اللاكتيك اسيدوسيس، فيصير الاسيديميا تو باثولوجي اللي هي اللاكتيت والكيتون بوديز. اجي على الدايجنوستيك احكي لكم الدايجنوستيك كرايتيريا. اوكي دايجنوستيك كرايتيريا مع الدي كي اي، هذا اسم الدي كي اي، دايابيتيك الجلوكوز هاي، وقلنا اكو ايوغلايسيميك، زين بس عاده الجلوكوز هاي، بالادلت اكثر من 250، بالبيدز اكثر من 200 ملي جرام بير ديسيليتر، بير ديسيليتر هم نفس هذا ملي جرام بير ديسيليتر. كي كيتوسيس، شلون اعرف اكو كيتوسيس؟ القى بالبلود كيتونيميا، كيتونيميا شلون اعرف؟ اخذ الديبستيك تيست، ديبستيك هذا الستيك زين خاصه يشوفون البلود يتغير اللون يعرفون اكو كيتون، زين واسيدوسيس هذا الدايجنوستيك كرايتيريا، الاسيدوسيس البي اتش تلقاها اقل من 7.3، وال ال ال اتش سي او سوري ال اتش سي او 3 ديكريزد ايضا، اتش سي او 3 ديكريزد اقل من 15 ملي ايكوفالنت بير لتر، وال هاي انايون جاب، انايون جاب اكثر من 12. اذا تو دايجنوز بيشنت ان دي كي اي، احفظ الكلمه الحروف دي كي اي، الدي الديك الدايابيتيك فالجلوكوز هاي، اكو ايوغلايسيميك،
اكو الجلوكوز از نورمال، لكن يعني الاكثريه يجون هاي جلوكوز، الاغلب يجون هاي جلوكوز. فالادلت اكثر 250 والبيدياتريك اكثر من 200 ملغ بير ديسليتر كي كيتونيميا، والاي هو الاسيدوسيس، البي اتش لو اقل من 7.3، الاتش سي او 3 اقل من 15، والانيون جاب اكثر من 12. هاي انيون جاب. اوكي، اذا خلصنا الاسئله التاليه. سوري هذا الورقة هيك، وين ورقة ال... خلصنا الأسئلة اللي DKA، هاي الخارطة اللي مشينا عليها، حكينا الباثوفيزيولوجي مالتها شلون تصير، كلينيكال برزنتيشن والدياجنوستيك كرايتيريا. نجي على تريتمنت. تريتمنت بالإمرجنسي احنا نعرف اكو فد شيء اسمه، راح يجيني البيشنت الإمرجنسي ديبارتمنت. انا بالبداية ما اعرف انه هو DKA، بالبداية ما اعرف، راح يجيني ببرزنتيشن وحده من الاشياء اللي حكينا، ستيبل اوف كونشسنس، بيشنت ديزنيك وتاكيبنيك، زين البيشنت عنده ابدومينال بين، نوزيا، فوميتنج، كلها فيتشرز مال اسيدوسيس. او يجي البرزنتيشن مال اندرلاين كوز، يعني الاندرلاين بروبلم اللي سوت له جاسترو انترايتس البيشنت، يو تي اي مثلا بيشنت، البيشنت عنده تشست بين مال ام اي، التريجر السبب مال الدي كي اي، شنو السبب مال الدي كي اي. فيجيني ممكن بالبرزنتيشن مال الاندرلاين كوز، وممكن الاسيدوسيس او الـ يعني البرزنتيشن مال الاسيدوسيس ممكن هيدن زين بالاندرلاينج او سيمبتومز اوف اندرلاينج سيمبتومز ساين مال اندرلاينج بروبلمز. اذا يجيني البيشنت، انا ايش راح اسوي له؟ البرايمري سيرفي، مو صحيح؟ برايمري سيرفي اي بي سي، اشوف الاير واي مالته اذا كان انكونشس زين يحتاج airway management or not. ال breathing راح أشوفه عادة، ممكن patient tachypneic causal breathing، أشوف ال saturation مالته، أي patient dyspneic حطه بالبداية على أكسجين إلى نشوف ال SpO2 مالته. شفت ال SpO2 مالته normal زين و accepted فوق ال 95%، ممكن ما أحتاج الأكسجين. Okay otherwise empirically حط ال patient على high flow oxygen بعدين titrate down accordingly. زين و السيركيليشن مال البيشنت، اشوف البلد بريشر مال البيشنت، ممكن هايبوتنسيف، ممكن تاكيكارديا بيكوز اوف ذا هايپوفوليميا، فاحط له البيشنت اي في لاينز لارج بور اللي هي 16 الى 18 لارج بور اي في لاينز، عاده يعني 2 اي في لاينز. زين اسحب له بلد فور انفستيجيشن اللي حكيناها، وانطيه امبيريكلي فلويد، انطي امبيريكلي فلويد ايزوتونيك، قلنا يا اما نورمال سيلين او لاكتيتد رينجر، بعدين راح نجي نناقش النورمال سيلين واللاكتيتد رينجر بالدي كي اي، ياهو الافضل وهل اكو ايفيدنس اور نوت، نورمال سيلين اور لاكتيتد رينجر، انطي بالبدايه امبيريكلي. اوكي، مين وايل اني البيشنت عندي ديستيرب ليفل اوف كونشسنس، البيشنت راح اسوي له فينجر ستيك جلوكوز، فينجر ستيك جلوكوز، واشوف الجلوكوز مالته من ضمن الاسسمنت بالبرايمر سيرفي. خلصت الاي بي سي، اكمل الاسسمنت طبعا الفايتال ساينز، اشيك هم البيشنت وي اسسمنت اوف فايتال ساينز وي الاسسمنت مال اي بي سي. اوكي، البيشنت احطه على اكسجين امبيريكلي، بعدين احط له البيشنت تو اي في لاين، اسحب له بلاد فور انفستيجيشن، انطي البيشنت فلويد، احط البيشنت على مونيتور، احط البيشنت على مونيتور، المونيتور يقرا لي الريذم والهارت ريت والبلود بريشر والساتوريشن، وممكن يقرا لي الفنتيليتر ريتس. اوكي، هذا منو؟ هذا المونيتور. واسوي فينجر ستيك جلوكوز. زين انا ليش سويت فينجر ستيك جلوكوز؟ ممكن البيشنت من البدايه كان ديستيرب ليفل اوف كونشسنس، او البيشنت ال ابييرنج. زين هنا الجلوكوز ممكن يسوي امبيريكلي، لان اذا جينا بالاسسمنت اي بي سي وراها تجي الدي النيورولوجيكال ديسابيليتي، الدي نيورولوجيكال، في اي بيشنت عنده مشكله نيورولوجيكال ديسابيليتي او ديستيرب ليفل اوف كونشسنس، اني راح اسوي له الجلوكوز فينجر ستيك، اخذ بلاد، بالبلاد راح ادزه فينس، بس اني اسوي له ايضا فينجر ستيك، لان النتيجه هذا سريع. واشوف اني بديت بالريسستيشن، اشوف النتيجه مال فينجر ستيك، عاده راح يطلع هاي جلوكوز، هاي جلوكوز. زين هسه هاي الريسستيشن، هسه نجي على التريتمنت مال الدي كي اي سبيسيفيك. التريتمنت مال الدي كي اي تنقسم الى قسمين، تريتمنت مال الدايابيتيك كيتو اسيدوسيس اتسلف، وتريتمنت مال اندرلاين كوز او اندرلاين باثولوجي اللي بعدين ادور عليه. انا لازم اني بال بال
بالاكزامينيشن عندي بالسكندري سيرفي ادور او الهيستوري ادور على اندرلاينج باثولوجي والدي كي اي اتسلف. اوكي هسه الدي كي اي التريتمنت مالتها 3 لاينز. الدي كي اي التريتمنت مالتها 3 ميجر لاينز. اول شيء هو الفوليوم يعني فلويد. اول نقطه هي الفلويد. اللاين الثاني هو البوتاسيوم. اللاين الثالث هو الانسولين. انسو مو هاي صارت لا من كتبت انسولين انسولين. اذا فوليوم او الفلويد البوتاسيوم والانسولين ذني اللاينز مال الدي كي اي مانجمنت. بسم الله ليش صارت الساعة 12:56 دقيقة لازم شوية اختصر بالحكي حتى لن اخركم زايد. اول شيء الفلويد اول لاين هنحكي عنه الفلويد والفلويد قلنا دوخة الفلويد مو راح نحاول نبسطه راح احكي الجايد لاين اللي موجودة بالكتب مالتنا بالادلتس والبيدياتريكس راح اقارن الادلتس والبيدياتريكس. اول شيء انت من يجيك البيشنت وعنده ساينز اوف هايبوفوليميا انت تعرف انه هو دي كي اي؟ الجواب لا ما اعرف بعدين انه هو دي كي اي بالبدايه. فالفلويد راح انطيه انا بالريسستيشن هو بولس ايزوتونيك. اذا كان البيشنت ديهايدريتد راح انطيه بولس ايزوتونيك. بس الايزوتونيك منه هذا طبعا البيدز والادلتس بيدياتريك والادلتس. اوكي الايزوتونيك سوليوشن اللي راح انطيه هو النورمال سيلين اللي احنا نعرفه اور اللاكتيتد رينجر. احنا متعودين على النورمال سيلين بس الحكي يعني بالجديد قاموا هواي ينتقدون النورمال سيلين. قالوا النورمال سيلين ممكن يسوي ان لارج اماونتس ممكن يسوي هايبركلوريميك ميتابوليك اسيدوسيس زين فيضيف للميتابوليك اسيدوسيس ويبطئ لنا الريكفري من الاسيدوسيس يبطل لنا الريفرس مال الاسيدوسيس. فالبالانسد فلويد اللي هو اللاكتيتد رينجر اللي بيه بفر ممكن يكون بتر. بس هذا الحكي نظري ثيوري من يعني لحد الان ماكو ايفيدنس اوف سوبريوريتي مال اللاكتيتد رينجر على النورمال سيلين. فيقول لك انت مخير تستخدم هذا او هذا. لحد الان فلويد بلس ايزوتونيك. ايش قد البلس ايش قد البلس طبعا من 15 الى 20 مل بير كي جي. هذا دحشي سيل ادلت من 15 إلى 20 ميل بير كي جي أو تقريبا 2 لتر من 0 إلى 2 ساعة. هاي بحبلش بيه هاي البلس هاي الفلويد بلس بالبيدز البيدياتريك. إذا كان شوكت شوفوا بالبيدياتريك الفلويد مانجمنت محسوبة جدا لأنه واحدة من الكومبليكيشنز مال المانجمنت أوف دي كي اي بالبيدياتريكس هي سيريبرال إديما. ولهذا يقول لك إذا كان شوكت هسه بالأدلت اتفقنا 15 إلى 20 ميل بير كي جي اللي تقريبا هي 2 لتر تنطي ب 0 to 2 hours يعني within 2 hours أو أقل إحنا منطين الفلويد بولس للبيشنت. نجي على البيدياتريك. البيدياتريك بيشنت هنا البولس مالته 20 ميل بير كي جي إذا كان شوكت إذا كان تشايلد شوكت ستيت. إذا مو شوكت ستيت تحسب الديفيسيت يعني اذا كان ديهايدريشن بس مو واصل مرحله شوك. احنا لازم نفرق الشوك اكو ساينز اوف شوك ديهايدريشن هاي الشوك سيفير هايبوفوليميا تسوي شوك. اوكي سيفير هايبوفوليميا تسوي شوك اللي تسوي بعدين يعني ديكريز بيرفيوجن بس مو كل ديهايدريشن يسوي لي شوك ستيت. اما اذا ما كان شوكت البيشنت احسب الديفيسيت وانطيه بعدين راح احسب الديفيسيت شلون انطيه. هسه مبدئيا اذا كان شوكت انطيه البلس 20 مل بير كي جي. شنو التايب مال الفلويد نفسه نورمال سيلي اوكي اللي هو الايزوتونيك. اوكي بعدين اذا ما كان شوكت او السبسيكوينت بعد ما انطي البلس ممكن تنعاد بالمناسبه يعني اذا كان شوكت وانطيت البلس وستيل البيشنت هايبوفوليميك وهايبوتنسيف زين اعيد البلس وبعدين وراها احسب الديفيسيت واقسم المانجمنت مالته اللي راح اجي احكيها هسه سبسيكوينتلي. اذا استعدل البيشنت من الشوك احسب الديفيسيت واكمل المانجمنت. بيشنت من البدايه مو شوك راسا احسب الديفيسيت واكمل المانجمنت. هسه هاي انيشال فلويد مانجمنت. نجي نكمل السبسيكوينت. بالنسبه للادلت
بالنسبة للأدلت راح أجي أحسب الديفيسيت ما الديفيسيت مال الأدلت بال دي كي اي تقريبا هو رفلي 100 مل بير كي جي ديفيسيت يعني يجيك عنده نقص احنا حكينا بالفلويد شنو الديفيسيت ما يحتاج عيب اكيوت ديفيسيت مالته 100 مل بير كي جي اي ما يعادل 5 الى 10 لتر طبعا هذا الرقم ممكن تلقاه متغير يعني من كتاب الى كتاب يعني اتذكر ان الدي كي اي من 3 الى 5 اكو كتب كانت كاتب يعني اكو فرق هسه هاي الطبعه الجديده ما تنتنالي تقول من 5 الى 10 لتر اوكي من 5 الى 10 لتر اوكي فهذا الديفيسيت اللي موجود عند البيشنت بالادلت انطيت بالبدايه اني ايزوتونيك فلويد خلال 0 الى 2 ساعه لاحظوا علي الجايد لاينز تختلف من كتاب الى كتاب اكو اختلافات راح تشيكم الجايد لاينز ما تنتنالي اوكي as simple as that بالادلت راح انطي نورمال سيلين او لاكتيتد رينجر واحد من عندهم خلال 0 to 2 hours هاي البلس بعدين انطي ايضا 2 liters خلال 2 الى 4 ساعات خلال 2 الى 4 ساعات انطي 2 liters وايضا another 2 liters تقريبا خلال 6 الى 12 ساعة هذا بدأ القلم يخلص نكمل بالاحمر زين 6 الى 12 ساعة تقريبا ذني تصير يعني من 250 الى 500 مل بير اور تقريبا هنا انطي من 250 الى 500 مل بير اور شنو التايب مال الفلويد التايب مال الفلويد هنا عادة هو هايبوتونيك يعني نص النورمال سيلين اللي هو 0.45% صوديوم كلورايد 0.45% صوديوم كلورايد الا اذا كان البيشنت هايبوناتريميك هذا الفلويد اللي اسوي به التعويض اوكي الا في حاله اكسبت اذا كان البيشنت هايبوناتريميك تستخدم نورمال سيلين بنفس الاماونت وضحت الفكره خلال هاي الساعات بعد البلص خلال هاي الساعات ال 12 ساعة الأولى أني أنطي تقريبا 250 إلى 500 مل بير ساعة بير أور أوكي التايب مال الفلويد عادة هو هايبوتونيك فلويد اللي هو 0.45% صوديوم كلورايد except إذا كان البيشنت هايبوناتريميك أنطي نورمال سيلين أوكي بعدين هذا انطيها خلال 12 ساعة الأولى هاي تمثل 50% مال الديفيسيت نص الديفيسيت باقي النص الثاني أكمله خلال 12 ساعة القادمة أو 24 ساعة خلال 12 أو 24 ساعة ده نحكي أدلت لحد الآن ده نحكي أدلت أوكي ركزوا وياي أول شيء ننطي البلص اللي هي نورمال أو لاكتيتد رينجر خلال 0 إلى 2 ساعة ثم ننطي تقريبا 2 لترز خلال 2 إلى 4 ساعات ننطي من 250 إلى 500 مل بالساعة أوكي ونفس الريت بعدين خلال 6 إلى 12 ساعة الفلويد اللي راح ننطي هو نص نورمال سيلين أو يعني هو نفسه 0.45% صوديوم كلورايد except إذا كان patient hyponatremic ننطي نورمال سيلين صارت هوسة أوكي ننطي نورمال سيلين هذا يمثل خلال 12 ساعة الأولى الـ نص الديفيسيت 50% من الديفيسيت النص الثاني نص هذا الكمية مثل نص الكمية النص الثاني أكمله خلال 12 ساعة إلى 24 ساعة زين راح أكتبه مختصر بغير ورقة جدا بدون أرقام حتى هاي الهوسة شوية تخف I'm sorry يعني أول شي بلص البلص 2 لتر نورمال سيلين أوكي بعدين راح أنطي مينتننس المينتننس تقريبا يعني 250 إلى 500 مل بير ساعة أنطيها
الريت شوية أعلى من 2 إلى 4 ساعات الأولى، بعدين نص الريت من 6 خلال 6 إلى 12 ساعة، خلال 6 إلى 12 ساعة، هاي من 2 إلى 6 ساعات عفوا، من 2 إلى 6 ساعات أنطي، بعدين 6 إلى 12 ساعة. هذا يمثل هذا اللي عوضته، أعوضه بال 1 half normal saline except إذا كان البيشنت hyponatremic أنطي normal. أوكي، هذا كله خلال 12 ساعة نص الديفيسيت. النص الثاني أنطي خلال 12 ساعة القادمة إلى 24 ساعة، نفس التايب مال فلويد اللي هو هايبوتونيك فلويد اكسبت إذا كان البيشنت عنده هايبوناتريميا، أكمل له نورمال. أوكي، هذا اختصار. هذا الأدلت. نجي على البيدياتريك، البيدز، البيدياتريك، البيدياتريك بيشنت الفلويد ريسستيشن كلش مالتهم محسوب لأنه يخافون كلش بالبيدياتريك. الفلويد مانجمنت ممكن يصير فلويد اوفرلود، والبيشنت ممكن يدخله بسيريبرال إديمة. سيريبرال إديمة عدة عوامل ممكن تؤدي إلى سيريبرال إديمة، إذا صار رابيد كوركشن للدكستروز ونزل بسرعة الجلوكوز والأوزمولاريتي رابيدلي كوركتد، أو البيشنت أعطيته فلويد هواية. أوكي، ذن الشغلات ممكن بريدسبوز أكثر للبيشنت إنه يكون ريسك يزيد مال السيريبرال إديمة، ولهذا البيدياتريك فلويد مانجمنت شوية بيها يعني restriction ولازم تحسب حساب مضبوط. deficit والmaintenance حشيناها بالفلويد، أكل المحاضرات مال الفلويد تلقوها باللايفز، فشوفوها أرجعوا عليها لأن هسه إذا حكيت رح هواية وقت يروح. أوكي، فرجعوا لللايفز مال الفلويد شوفوا الفرق بين deficit والmaintenance. البيدياتريك بالبداية أنطي إذا كان شوكت 20 مل زين per kg، وممكن تنعاد، ممكن تنعاد إذا still the patient hypotensive and the signs of shock، still the patient in shock ممكن تنعاد. وراها أحسب الديفيسيت، وراها أحسب الديفيسيت مال البيشنت، أنطي 50% من الديفيسيت، أنطي 50% من الديفيسيت خلال، أنطي 50% من الديفيسيت خلال 8 ساعات، وال50% من الديفيسيت، 50% من الديفيسيت الباقي خلال 16 إلى 24 ساعة. أوكي، أحسب الديفيسيت جقد بالبيدياتريك، أحسب وانتو تعرفوا شو تحسبون الديفيسيت، أما من الديكريز بالويت أو من البيشنت الساينز والسيمتمز، الساينز والسيمتمز. أوكي، ساينز والسيمتمز مال البيشنت ممكن أحسب، أحسب جقد الديفيسيت مايلد مودريت سيفير ديهايدريشن، ومن خلالها التوتال اماونت انطي 50% خلال 8 ساعات، وانطي 50% الباقيه خلال 6 الى 24 ساعه. التايب مال الفلويد ركزوا وياي، ركزوا هنا، راح نحتاج الصيادله الفارماسيست، راح نحتاجهم نقول له حضر لي فلويد 0.66% صوديوم كلورايد. هذا الطبعة جديدة ما تنتنالي، يقول لك انا اريد فلويد بين النورمال سيلين اللي هو 0.9% وبين ال 0.45% سيلين. زين، هذا الفلويد اللي فيدني اللي هو 0.66% صوديوم كلورايد، زين، اللي انطيه للبيشنت لتعويض الديفيسيت اللي هو مو كلش هايبوتونيك، هو هايبوتونيك بس مو كلش مثل 0.45%، مو كلش هايبوتونيك مثل 0.45% ولا هو نورمال، لأن النورمال ما راح يعوض لك الانتراسيلولر ديفيسيت، النورمال ما راح يعوض لك، لازم يكون، ما راح يعوض لك سوري، لازم يكون هايبوتونيك. هذا هايبوتونيك كلش، فهذا ممكن يفيد بالبيدياتريك بيشنت. زين، نيجي على اللاين الثاني. I'm sorry أسئلتكم I'm very sorry ما راح أقدر أجاوب عليها هسه لأنه راح نتأخر كلش هواية، واحنا اصلا صرنا 1:10، فاريد اكمل المانجمنت حتى يصير المانجمنت مال دي كي اي، لين بعدين جاينا العيد وعيدكم مبارك، كل عام انتم بخير، يعني بالعيد الزحمه اقول لكم تعالوا سمعوا تكمله دي كي اي، فخنفضها اليوم حتى تكون الليكتشر كامله. نيجي على البوتاسيوم. البوتاسيوم اول شيء انت راح تنطي وذر ادلت او بيدياتريك، راح تنطي للبيشنت الفلويد بلس، بالبداية راح تنطي للبيشنت فلويد البوتاسيوم، ما تنطي بالبداية
زين لانه انت ما تدري البوتاسيوم الى ان يطلع لك الليفل ايش قد مال البوتاسيوم. الاي سي جي ممكن يساعدك بس مو كلش، خصوصا بالبيدياتريك ممكن ما تبين عندك الفيتشرز. اوكي، فالليفل انتظر الليفل، فلهذا الليفل يحتاج لي تقريبا 1 اور، فاني منطي الفلويد بلس الى ان يطلع لي الليفل اوف بوتاسيوم ايش قد. اذا كان نورمال تو لو اعوض، اذا كان هاي ما اعوض البوتاسيوم ما انطي، لانه هايبركاليميا متعرض للبيشنت مشاكل. هو صح البوتاسيوم مالته ممكن تلقاه هاي، بس هو اوفر اول عنده انترا سيلولر ديفيسيت. ليش؟ لانه البيشنت ده يفقد اوزموتيك دايريسيس، يفقد بوتاسيوم، يفقد بوتاسيوم، بس بسبب الاسيدوسيس الاتش قاعد يدخل انسايد ذا سيل بمقابل خروج البوتاسيوم تو ذا سيركيليشن، فيصير البوتاسيوم ممكن تلقاه هاي، بس هذا الهاي بس بالانترافاسكولار ومؤقت بالتريتمنت ينزل، لان اصلا عندي سيفير ديفيسيت بالانتراسيلولار. اوكي، فاذا لقيته هاي مؤقتا ما اعوض البوتاسيوم بالبدايه، اذا لقيته نورمال او لو بدنا نحكي هسه ادلت، بعدين نحكي بيدياتريك ادلت، اذا لقيته نورمال او ديكريزد او ديكريزد اعوض، اعوض من 20 الى 30 ملي ايكوفالنت بير لتر، كل لتر من فلويد انطيها للبيشنت احط بها 20 الى 30 ملي ايكوفالنت، تطلع تقريبا 10 دا اعوض ملي ايكوفالنت بير اور، تقريبا دا انطي 10 ملي ايكوفالنت بير اور، وتشيك البوتاسيوم والالكترولايتس بعدين 2 اورلي، الجلوكوز يتشيك اورلي، والالكترولايتس والفي بي جي تتشيك مونيتورد every 2 hours، every 2 hours تتشيك. اوكي، فاني اشوف الليفل اوف بوتاسيوم، اذا انا بالبدايه راح انطي الفلويد بلس وانتظر الليفل يطلع لي واشوف. اي سي جي ممكن ينطيك فكره، زين البوتاسيوم ما انطي اذا ما اشوف الليفل، او الاي سي جي ينطيني فكره. وعندي يورين اوتبوت، كلش ضروري انه عندي يورين اوتبوت، اذا البيشنت ما عنده يورين اوتبوت اذا تنطيه بوتاسيوم ويل اكيوميليت انسايد ويسوي لي هايبركاليميا، فمن شروطها انه اشوف الليفل ايش قد واشوف عندي يورين اوتبوت. الليفل نورمال تو لو اعوض 20 الى 30 ملي كوفيننت بير لتر، يعني تقريبا 10 ملي كوفيننت بير اور راح يصير. اذا الهاي ويذهولد ذيك الساعه، ويذهولد بوتاسيوم. اوكي، هذا بالادلت، هذا بالادلت. طبعا ايش قد هاي؟ يعني بالادلت اكثر من 5.2، والنورمال تقريبا من 3.3 الى 5.2، واللو اقل من 3.3، اقل من 3.3. نجي على البيدياتريكس، البيدز بيدياتريك، البيدياتريك ال 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 البوتاسيوم بنفس المبدأ. بالبداية أنا راح أنطي فلويد ولازم أتأكد من الليفل مال البوتاسيوم، وعندي يورين أوتبوت. يلا أفكر بالتعويض هنا، الليفل بنفس المبدأ، إذا كان هاي ويذهولد، شقد هاي؟ أكثر من 6، أكثر من 6. إذا كان نورمال هنا أو لو، أكو عندي رينج، زين إذا من 3.5 إلى 5.5، زين 3.5 إلى 5، سواحد يسألني زين من 5.5 إلى 6 شو أسوي؟ اعتبره حالة حال فوق الستة، اللي فوق 5.5 withhold لتنطي بوتاسيوم. إذا من 3.5 إلى 5.5 أنطي 20 ملي إكوفالنت لكل لتر، أحط 20 ملي إكوفالنت لكل لتر. إذا من 2.5 إلى 3.5 أحط ممكن up to 40 ملي إكوفالنت. إذا أقل من هاي بالبيدياتريك، شوف بالبيدياتريك تعويض البوتاسيوم أكثر، إذا أقل من 2.5 البوتاسيوم، أقل من 2.5 ملي إكوفالنت بير لتر، التعويض يصير further higher than this. طبعا كل ما زيدت البوتاسيوم تحتاج ممكن central line، تحتاج سنترال لاين. عادة البوتاسيوم إذا أكثر من 20 إلى 30 ملي إكوفالنت لكل لتر تحتاج سنترال لاين لنسوي إيريتيشن. أوكي، هذا تعويض البوتاسيوم بالبيدياتريكس. طبعا البوتاسيوم والإلكترولايز إن جنرال يتشيك كل 2 أورلي، بالبداية ممكن أنت 1 أورلي، بس هو 2 أورلي ستاندردلي
check the potassium. طبعا ويا البوتاسيوم المغنيسيوم والفوسفيت ممكن ذني يحتاجن تعويض. بالأدلت المغنيسيوم والفوسفيت are not routinely يعني replaced إلا إذا البيشنت صار عنده symptoms. زين أنا شلون أعرف البيشنت عنده symptoms؟ البيشنت ال هايبوكاليميا مالته ما تستجيب. البيشنت عنده فيتشر مال muscle weakness, respiratory muscle paralysis. زين فكر بالمغنيسيوم deficiency والبي او 4 والفوسفيت deficiency. شيكهم اثنيناتهم شوفهم الليفل مالتهم زين وممكن تعوض accordingly. اما بالبيدياتريك فالفوسفيت من تعوض البوتاسيوم من تعوض البوتاسيوم وتنطي 50% بوتاسيوم كلورايد و 50% بوتاسيوم فوسفيت فتعوض الفوسفيت ويا تعويض البوتاسيوم. نجي على اخر شيء وهو اللاين مال انسولين. انسولين اوكي بالدي كي اي بالادلت انطي ممكن اكو ينطون بولس اكو ما ينطون بولس فهي اوبشنال. تنطي بولس 0.1 يونت بير كي جي بير اور تريد ما تنطي بولس كيفك تبدي بعد ما تسوي ريهايدريشن بعد ما تنطي الفلويد ريسستيشن بعد الفلويد ريسستيشن بعد ما تنطي فلويد ريسستيشن تبدي انفيوجن 0.1 يونت بير كي جي بير اور ممكن تصير رينج هي 0.1 to 0.14 units per kg per hour. زين هاي units وهاي 14 ميزوا الرقم عن ال units 0.14 units per kg 0.1 إلى 0.14 range. الأيم ماتك إنه تقلل الجلوكوز بالساعة الوحدة 50 إلى 75. دير بالك إذا التقليل صار أقل من 50 بالساعة resistance زيد 0.14 أو ممكن تزيد 1 يونت يعني من تحسبه per kg شقد تزيد كل ساعة حسب الديكس شقد ينزل الجلوكوز تزيد على النتيجة النهائية شقد per kg حسبته مثلا 10 يونت per hour تزيد عليها 1 يونت per hour تزيد زين هذا الرينج أو تزيد 1 يونت بير أور إذا الديكريز أقل من المطلوب. إذا الديكريز أكثر من المطلوب صار عندك ممكن تقلل الإنسولين. الديكريز من يصير أقل أكثر من المطلوب زين لأنه ممكن الرابيد ديكريز يسوي لك مشاكل زين فشو تسوي تقلل ممكن توصل 0.02 to 0.05 يونت بير كي جي. خوش حكي هذا الانسولين تستمر به لحد ما ينزل عندك الديكستروز او الجلوكوز البلود جلوكوز بلود جلوكوز اقل من 250 ملي جرام بير ديسيليتر بهيجي حاله شو تسوي تقلل الانسولين 0.05 يونت بير كي جي وتضيف ديكستروز تنطي للبيشنت ديكستروز 5% ان 1/2 نورمال سيل. هذا الانسولين in adult patients. زين نجي على الانسولين بالبيدياتريك حتى نفض السالفة. انسولين هاي اليو شوية صارت كلش متحوسة. in peds بيدياتريك بالبداية أيضا قلنا ننطي fluid resuscitation. بالبداية كلش مهمة fluid resuscitation. there is no bolus. No bolus بالبيدياتريك. No bolus. Okay. تنطي infusion 0.1 unit per kg per hour. Okay. 0.1 unit. الأيم ماتك إنه تنزل الجلوكوز 50 إلى 100 ملغرام per deciliter per hour. كل ساعة تنزله هيج. Okay. وبنفس المبدأ إذا التنزيل أقل من ال 50 ممكن تزيد الإنسولين. إذا أكثر صار نقص الإنسولين بس لا تنقص أكثر من 0.05 أوكي يونت بير كي جي يونت بير كي جي بير أور أوكي.
الى ان يوصل الديكستروز مال البيشنت الجلوكوز مال البيشنت اقل من 200 ملي جرام بير ديسيليتر. هنا شو نسوي؟ نضيف على الفلويد جلوكوز، تضيف ديكستروز على الفلويد وتستمر بالانسولين. الانسولين يستمر ان هاي ليش الانسولين تتخربط عندي، انسولين يستمر اوكي بس تضيف ديكستروز تضيف جلوكوز، لان الانسولين مهم حتى يعدل لك الكيتوسيس. without انسولين ما راح تتعدل الكيتوسيدوسيس. زين تضيف جلوكوز على الفلويد وتستمر بالمانجمنت. زين بالادلت والبيدياتريك ليش وقت استمر بالانسولين مانجمنت؟ ليش وقت استمر بالانسولين مانجمنت بصوره عامه؟ الى ان تستعدل عندك البارامترز الجلوكوز. زين طبعا انت الايم مال الجلوكوز مالتك يصير بين ال 150 الى 200 ملي جرام بير ديسيليتر بلس البي اتش تنزل البي اتش تصعد سوري وتصير اكثر من 7.3 هاي 3 ال HCO3 يصير عندك اكثر، يعني تنعكس البارامترز اكثر من 15 ملي كوفالنت بير لتر. والانيون جاب عندي ينزل، الانيون جاب عندي ينزل. ذني شغلات يعني الايم ماتي بالمانجمنت ماتي انه اوصل الى حد هيك ليفل فاستمر بالانسولين حتى لو الجلوكوز طبعا راح ينزل اسرع من الـ من الـ من الـ من الاسيدوسيس او من الكيتونيميا. الجلوكوز ينزل اسرع، فحتى لو ينزل الجلوكوز انا استمر بالانسولين الى ان ذني البارامترز كلها تتعدل. شو اسوي؟ انطي انسولين وانطي جلوكوز، انطي انسولين وانطي جلوكوز الى ان ذني البارامترز كلها تتعدل. وراها شو اسوي؟ ابدي للبيشنت اورال فيدنج اذا يتحمل اورال فيدنج، ابدي له سب كات انسولين، سب كات انسولين بس ما اوقف الانفيوجن، اسوي اوفرلاب 1 تو 2 اورز انسولين اوفرلاب زائد السب كات. يعني السب كات ابديها ووراها ب 1 تو 2 اور يلا اقطع الانفيوجن اوكي مال الانسولين. خلصنا ال DKA بشكل مختصر. يعني شوفوا السيرفايفر 608 اللي موجودين ويانك هواية يعني تعبوا وراحوا وانقطع البث مالتهم لانه طولنا. I'm sorry about التطوالة. احكي سمري سريع حتى ننهي الموضوع. ال DKA Diabetic Ketoacidosis. DKA Diabetic Ketoacidosis الديفينيشن مالتها الدياجنوستيك كرايتيريا اللي هي الهاي جلوكوز ال pH low ال HCO3 high و high anion gap. اوكي التريتمنت ABC وريسستيشن. وخلي ببالك تريتمنت اوف DKA هو تريتمنت مال DKA itself وتريتمنت مال underlying disease. underlying disease accordingly infection يتعالج antibiotics، stemi يتعالج reperfusion وهكذا. DKA هنا علاجها 3 lines. شنهن؟ اول واحد volume resuscitation يعني fluid، واثنين هنا بوتاسيوم اهم الالكترولايت بوتاسيوم، واخيرا الانسولين. ابد مضابط اليوم ينكتب عندي صح انسولين. اوكي شكرا جزيلا. عيدكم مبارك ان شاء الله يا ربي، ايامكم كلها سعيده وكلها عياد وتصبحون على الف خير.